احنا دينتنا يعني بتقوم على انه المسيح انصلب ومات وقام عشان ينجينا ويفدي خطايانا عشان يخلص العالم من الخطيئة عشان يخلص العالم يغفر خطايانا ويكون احنا يكون الرمز يعني انه احنا ما نسويش خطايا عشانه يعني لو ما مات على الصليب وما قام كان هلأ يعني زائك انه رسول او نبي اجى على العالم وبس اعطى شهادته بهذا العالم وما صار اشي تقدم اكتر فيه يسوع هو الحمل اللي انضبع عشاننا عشان خطيئة تمها عشان يصير في محبة عشان يفتح لنا طريق للجنة يعني لو ما مات كان فيش طريق بكونش في هدف حياتنا نتبعه اللي هو يسوع المسيح